أطفال الحلوين، دعونا نقوم بترتيب جمل بسيطة حسب الصورة. تعودنا أن نرى الصورة ونعبر عنها بجمل صحيحة. اليوم نريد أن نقرأ الكلمات ونحاول أن نرتبها ترتيبا صحيح. هذه صورة فيل. أرى فيل. فيل. ها ذا ك بير. إذا أردنا أن نقول هذه الجملة: فيل هذا كبير، ماذا أقول عندما أرى هذه الصورة؟ هذا فيل كبير. أحسنتم، رائعين. دعونا نجرب مرة أخرى. صورة فأر، لنرى ماذا لدينا كلمات لنرتبها. أرى، هذه ألف مقصورة صوتها آ، هذه ليست ياء لأن ليس لها نقاط، أنا فقط أذكركم بها. أرى، فأرى، أنا. لدينا كلمة أرى وفأر وأنا، كيف أقوم بترتيب الجملة؟ أنا أرى فأرا. أحسنتم. الصورة تدلنا على فتاة عصير تشرب. لدينا الكلمة الأولى العصير. تشرب. البنت. إذن أول كلمة تشرب. البنت العصير. أحسنتم. هنا طفل جميل بيده تفاحة وهو يأكل التفاحات. الولد يأكل. يأكل. إذن يأكل الولد التفاحة. أحبكم.